مساء الخير لكل مستمعينا الكرام في برنامجكم الرياضي اليومي الجولة، معكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن الإعداد الزملاء عثمان الصولي وعبد الله المحضار. نرحب فيكم. يعني هذه الحلقات على فكرة حب أبدأ بكلمة أتكلم فيها عن البرامج الرياضية الآن في إذاعة ميكس إف إم. يعني كان من المفترض أن يكون نهاية البرامج مع نهاية هذا الأسبوع، لكن احنا حبينا انه يكون في الاسبوع الجاي الاسبوع القادم، يعني على اساس انه نكون اكثر تواصل مع الجمهور، لان احنا ما راح نوقف بس مع المسؤولين، احنا بنوقف عموما وراح نرجع ان شاء الله بعد العيد، بس انا اتكلم انه الاسبوع الجاي هذا بنخليه اكثر مشاركه للجمهور اللي ما قدر انه هو يشارك معنا طوال الموسم، واللي حابين يقولون او يتكلمون عن انديتهم، يعني لانه اصلا برنامج الجوله هذا يعني يقوم بفضل الله طبعا بعد أو قبل مشاركاتكم، فمشاركاتكم لها الدور الكبير في هذا البرنامج، وإن شاء الله الأسبوع الجاي طبعا احنا مستمرين حتى معكم حتى الأسبوع هذا ومداخلاتكم، بس الأسبوع الجاي يعني أكثر تواصل أيضا مع الجمهور والمداخلات والرسائل النصية. نرحب فيكم ونذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا اليوم على STC 8 3 4 8، STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 732-22-22. نبارك لنادي الهلال وللكابتن عبدالله الحافظ لاعب نادي الاتفاق واللي كان محترف في الدوري البرتغالي، توقيع اليوم لنادي الهلال بشكل رسمي أو خلينا نقول مساء أمس بعد الاجتماع الهلال مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف. مبروك لعبدالله الحافظ ومبروك لنادي الهلال. عبد الله الحافظ غرد قبل شوي في تويتر وقال انه انهى وين تغريدات عبد الله الحافظ. طيب عموما الخبر يقول انه انهى الكابتن عبد الله الحافظ المحترف في الدوري البرتغالي اجراءات توقيع لنادي الهلال، وغرد عبد الله قبل شوي في حسابه الشخصي في تويتر وقال انهيت توقيع عقدي مع الهلال ل4 سنوات ونصف، ألف شكر لإدارة الهلال برئاسة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وبين أن العقد سيكون ابتداء من الموسم الحالي اللي راح يبدأ الآن يعني وتواجده في المعسكر. من جهة أخرى شكر عبد الله الحافظ إدارة نادي الاتفاق متمثلة في رئيس النادي عبد العزيز الدوسري لموافقتها إنهاء عقده مع نادي الاتفاق اللي باقي 6 شهور، فإدارة نادي الاتفاق وافقت للعب، وهذا اللي تكلمنا فيه بالحلقة أمس أنه الاحتمالية لإنهاء الموضوع أمس والتوقيع، وقبلها طبعا من الأسبوع الماضي ذكرنا من مصادرنا أنه تواجد عبدالله الحافظ اسمه في المعسكر القادم لنادي الهلال، وكان البعض يقول لك لا اللاعب ممكن يقدر يجي ويلعب في يناير، قبل يناير ما يقدر يلعب، بس حنا كان عندنا الخبر من مصادرنا أنه اللاعب راح يتواجد في معسكر نادي الهلال في الصيف، وفعلا تواجد اللاعب وبداية عقده مع نادي الهلال بداية من المعسكر، وراح يتواجد في المعسكر، ولازم انكم تثقون في برنامج الجولة. هذه اخبارنا. على طاري الموضوع راح نتكلم على كوزمن والاهلي، راح نتكلم على انضباطية ناصر الشمراني، وبنتكلم على العروبة وملعب الجوف. كوزمن والأهلي، يعني الموضوع هذا يعني أنا بربطه بشكل كبير في الجمهور، ولأني أمس تكلمت أنا عن إدارة نادي الأهلي وتكلمت على العين وتكلمت على المدرب، فاليوم أنا بتكلم على موضوع الجمهور شوي وتعاطي الجمهور، مو بس المدرج الأهلاوي أو المهتمين، خلينا أتكلم لأن أتكلم على المدرج السعودي كامل بكل انتماءاته. جماعة الخير
احنا ما نجيب شيء من بنات افكارنا يعني. ما نقعد انا مثلا ما اقعد بالليل كذا واتخيل انه والله كوزمن وجاء اتصال من الامير فهد بن خالد والامير فهد بن خالد رفع العرض الى مبلغ معين وان المدرب يبغى يخوض تجربه جديده في الدوري السعودي. يعني تتوقعون ان انا مثلا اقدر اني اكتب السيناريو هذا كله من الخيال يعني مثلا؟ يعني لا يمكن. فتلاقي البعض يعني كلمة للأسف البعض أنا أقول أن كلمة توديه وكلمة تجيبه يعني. يعني مثلا يقول لك والله فلان نفى فلان أكد فلان. يا جماعة الخير أنا دائما عودناكم من بداية الموسم في كثير من الأمور كثير من الأخبار ترى تروح علينا ما نقولها يعني. مو بشرط أن احنا كل شيء لازم نقوله. هذه سياستنا في البرنامج. بس إذا قلنا شيء نقوله. هذه ما فيها نقاش. ومو بشرط بعد انا ما ودي بعد ارفع الرتم واقول ان احنا خلاص يعني ما في مثلنا يعني. ممكن اشياء تتغير يعني. ممكن اقول مثلا عن خبر ويكون فعلا صاير وممكن تتغير السياسه او تتغير الرؤيه عند النادي او عند اللاعب وتتغير الامور هذه كلها. فبعض المتصيدين بيجون يقول لك والله شفت وين مصادرك وين اخبارك. طيب هو تغير الموضوع يلا عاد قاعد يشرح وقتها انه والله تغير او صار كذا لانه ما راح تلاقي من يسمع لك اصلا يعني. بس عموما لا حب انا اقوله مو بايضا انتصارا لأخبارنا والمصادرنا في برنامج الجولة لأن البعض يقول لي ثامر لا تقول مصادرنا خلي الناس هي اللي تحكم. أنا بقول لكم بكل شفافية أنا أتعمد أني أقولها خاصة البعض لأن أنا يا جماعة الخير أنا يعني أقابل معاناة يعني غير طبيعية عشان أشرح للناس يعني. ممكن حتى في تويتر أني أكتب 10-20 تغريدة في نفس الموضوع ويجيني واحد بعدها يسألني عنها. طيب والعشرة تغريدات اللي أنا كاتبها هذه ليش؟ فكثير من الأمور يعني مثلا كوزمن يعني واحد مشغلني صبح وليل ها تقول يوقع الكوزمن للأهلي ها شفت راح للعين شفت جدد للعين يلا اقنع. من ذيك الأيام هو أخذ شيء عجبه طبعا هو مو بأهلاوي فخلاص مسكت مع أنه كوزمن ما يجي للأهلي فمبسوط أن بعض الإعلاميين يقول لك أنه كوزمن جدد للعين يلا اقنع أنه ما جدد للعين. فهذه مشكلة ثانية. فرجاء يا جماعة الخير ننتظر ونشوف. وحنا قلنا في برنامج الجولة من زمان يوم جبنا الأخبار الخاصة والحصرية فينا أن كوزمن ما راح يجدد للعين الآن وبيروح إجازته وأنه بينتظر نهاية الموسم ويحدد موقفه. وإدارة الأهلي قلنا لكم ليش وقفت فجأة عن المفاوضات وليش رجعت الآن يوم طلع الأمير فهد بن خالد وقال أنه حنا ما فوضنا المدرب أصلا. أنا أحترم الأمير فهد بن خالد وقلتها من أول وأعيدها ثاني أنا أحترم سرية الأخبار عند الأمير فهد بن خالد وهذا شيء شأن داخلي في النادي الأهلي لكن حنا بدورنا كإعلاميين لازم حنا نوضح الأخبار ونقول الأخبار اللي عندنا ما راح نسكت عنها يعني. فأرجع وأقول أنه توقفت ليش وقلت أنا في برنامج أمس ليش توقفت وليش رجعت وأنه في أكثر من مفاوض أهلاوي وإذا اكثروا الطباخين احترقت الطبخة. فإن شاء الله وأنا أرجع وأقول يا جماعة خير أنا أتمنى بشكل شخصي أن أشوف المدرب الروماني كوزمن مدربا للنادي الأهلي الموسم الجاي. أنا أتوقع راح يكون موسم ناري على المستوى الفني لكل الأندية. البعض بيقول لي ليش أقول لأن المدربين وفي كثير من الخطوط العريضة لدى الأندية واضحة وشكل أنه في الأندية مركزة بشكل كبير وكلهم يبحثون عن نتائج وإنجازات خلال الموسم القادم. فهذا اللي أنا حاب أقوله اليوم عن موضوع كوزمن أنه الأمير فهد بن خالد رجع مرة ثانية بعد ما نفى أصلا المفاوضة مع المدرب وقال أنه كان فيه ثلاث خيارات ما هو من ضمنها كوزمن. هذا في فترة سابقة وجاءوا بعض المتصيدين وقالوا شفت يا جماعة خيتر الأندية ينفون دائم يعني ليش؟ الأسباب تخصهم بشكل كبير يعني. ممكن يقول لك والله هذه سرية والله ممكن أن هي ما تمشي الأمور ونطلع حنا نتفشل مع جمهورنا. ممكن يجي مثلا النادي يقول لك لا والله أنا أنتظر عشان لا يكون في مزايدة من نادي ثاني لأنه الأخبار تطلع. فكثير من المبررات موجودة عند الأندية تجعل كل الأندية سواء مدربين أو أجانب أو غيرها. فشيء طبيعي هذا إذا أنت بتقعد وراء النادي وتدور أنه ينفي ولا يثبت بتتعب لأنه مو كل شيء أو كل ما يقال عن طريق المراكز الإعلامية في الأندية أو تصاريح رسمية يكون صحيح لأنه يبحثون عن مصلحتهم في الأول والأخير. عاد الرئيس الهلاوي فهد بن خالد ليؤكد تواجد المدرب الروماني كوزمن والأهلي للموسم القادم وهذا طبعا بعد ما نفى الأمير فهد بن خالد نفسه إمكانية تدريب كوزمن لفريقه. نقول طبعا هذا كان أمس كان في تصريح فضائي للأمير فهد بن خالد وقال أن من ضمن خياراتنا كوزمن. وأرجع وأقول وأؤكد أن كوزمن جاهز لتدريب النادي الأهلي وجاهز التوقيع.
جهزوا الفلوس خلوا الرجال يوقع اللي يروح عليكم. وين نروح الحين؟ طبعا ذكركم برقم التواصل عشان اللي ما لحق يسمع، STC 8348، موبايلي 630-590 زين 73-22-22. يا جماعة الخير النصر الشمراني، ورجاء لا أسمع يجيني واحد، هذا مو بتهديد، أنا أتكلم على البعض وأنتم على العين والرأس، بس أتكلم لا يجيني واحد يقول لي أنتم متصيدين، أنت في عندك مشكلة مع نصر الشمراني. والله ما أعرف نصر الشمراني بصفة شخصية، بس أنا أتكلم من الأشياء اللي أشوفها، مثلا معاناة في الأندية، مثل ما حنا ندافع بعض الحين عن اللاعبين، إذا شفنا معهم حق ندافع عن حقوق الأندية. يعني ناصر الشمراني طبعا بعد ما جمعنا كثير من المعلومات في نادي الشباب، اللاعب مستهتر جدا في التمارين، يعني حتى يعني ممكن هو يخرب على اللاعبين الشباب اللي موجودين في نادي الشباب، ودايم يعني يتهكم عليهم ويقول لهم والله أنتم ما تنفعون أصلا المباريات الرسمية، وكان يتحدى مع برودوم، وهذا يمكن اللي وتر العلاقة في الدور الأول، أنه راح يحسم كثير من المباريات إذا لعب كأساسي ولعب فيها كأساسي وما سوى شيء. طبعا هذه القراءات وأشياء حنا طبعا جبناها من الداخلية، يعني داخل نادي الشباب، فكثير مو بجواسيس عشان تكون، بس أنه يعني أخبار تجينا انه يعني هذه المشكله نصر الشمراني، يعني يقول للاعبين انه انتم ما تلعبون ما تنفعون المباريات الرسميه، تجيها كذا اذا لعب بعض الاحيان للتمرين مسكت معه يشوت لك الكوره فوق عند المدرج يستهبل في وسط التمرين. يعني هذه الاشياء المدرب طبعا اذا كان يعني ليش يحطه في راسه؟ يعني في كثير من اللاعبين سواء في الشباب او غير الشباب، انا اتكلم على المدرب، عشان يجيني واحد مثلا يمثل لي يقول لي طيب الاداره الفلانيه اداره النادي ابعدت اللاعب، اذا في بين ادارات الانديه واللاعبين شيء، انا اتكلم امور فنيه بين المدرب وبين اللاعب، واللي شفناه ناصر الشمراني مع المدرب ما هو مع اداره، عشان لا نخلط الاوراق مع بعض، عشان لا يجيني واحد يقول لي طب نايف هزازي ما كان، انا قاعد اتكلم نايف هزازي كان مشكلته ما كانت مع بينات، نايف هزازي كانت مشكلته مع اداره النادي والحمد لله انحلت، انا قاعد اتكلم الان عن علاقه المدرب باللاعب اللي هو نصر الشمراني مع برودوم. فانا قاعد اقول انه في كثير من الامور، وللاسف انه جمهور النادي الشباب تشوفهم في فترات سابقه كان يتكلمون عن اللاعب وانه اللاعب ما سوى شيء الفترات ماضيه، والان يوم اللاعب يعني فجاه كذا صاروا مع اللاعب، يعني يوم صرح اللاعب ولا حتى طلعت اخبار يعني ما هي بصحيحة داخل نادي الشباب انه اللاعب فيه ولا اللاعب في عنده مشكلة ولا المدرب جالس اللاعب، طلعت سبحان الله تغيرت النظرة فجأة يعني في المدرج الشبابي. فهذا الشيء الواحد يستغربه يعني. وللمعلومية في كلمة أنا ودي أقولها، وعادي لو كان فيه نفي ممكن تسمعونه، لكن أنا أثق في المعلومات اللي موجودة عندي، ناصر الشمراني أشغل الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي بالاتصالات، تكفى خذوني عندكم شوفوا لأي درجة. بس والله يعجبك ابو سعود ما ياخذ اي احد، اذكركم الى الان يعني ما ادري بعدين ايش يصير. STC 8348، موبايلي 630-590 موبايلي 630-590 زين 73-22-22. فاصل وببدا معكم في المداخلات مباشره. ميكس اف ام تقدم اي جوله نذكركم مرة ثانية برقم التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 8348، STC 8448، موبايلي 630-590 زين 73-22-22. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريبه اعتبارا من الموسم المقبل، مؤكدا أنه أبرم عقدا معه يمتد لمدة 4 سنوات ليتولى بذلك تدريب البلوز في حقبة ثانية، بعدما سجل نجاحا باهرا مع النادي بين عامي 2004 و2007. نقول مبروك لمورينيو، يحس في الخاطر والله تشوفون مورينيو خارج ريال مدريد. طيب ناخذ اتصال معنا محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا محمد. جزاك الله خير استاذ سامي، مساك الله بالنور والسرور. والله انتم الحمد لله يعني ما شاء الله اخباركم يعني
مو مؤكدة يعني شبه مؤكدة يعني ما شاء الله تبارك الله دائما أتابع الجولة. لحظة تعال وش اللي شبه يعني أحيانا تغير القرار أحيانا تغير السياسة. لا هذه مؤكدة هذا تغير هذا شيء ثاني مو بشبه مؤكدة شكلها يظهر لنا شكلها إحنا ما نعرف السبب الداخلي ما نعرف. طيب مقبولة منك يا محمد كمل. طيب أوكي الشيء الثاني كوزمن والأهلي. والله شوف أنا أحب التنظيم الدفاعي أنا أهلاوي لكن كوزمن يعني يعاب عليه أنه اسمعي بالكلمة دي شوية جبان يعني يخشى الهجوم شوي. لا محمد سؤال لأنه أنا أشوف أغلب الجمهور وأنا كنت واحد منهم يعني عشان ما هايت كثير يعني أنا كنت واحد منهم كنت على أنت الآن تتابع كوزمن ولا تتابع كوزمن عندك خلفية على تواجده أيام ما كان في النادي الهلال؟ لا أيام كانت في الهلال. أنا أقول لك أنا كنت لأني ماني بتابع العين بشكل دقيق يعني ممكن ما شفت إلا في مباراة آسيا. أنا ما تابعت في العين. أي أنا أقول لك أنا كان في الكلام بيني وبين الكابتن خالد الشنيف يعني تحت الهواء كان يقول لي ترى اختلف كثير الرجل يعني صار عنده توازن الآن وعنده حتى يعني تواجد هجومي وعنده المغامرة فاختلف كثير عن أيام ما كان في نادي الهلال. أنا بقول شيء عن سامي الجابر والهلال. تفضل بس بدون تعصب ها. معلش أنا سامي الجابر أنا أتوقع ينجح كمدرب لأنه شخص طموح ما شاء الله تبارك الله عليه. صحيح أنا سامي كلاعب غير مقتنع فيه نهائيا انه نجم او اسطوره لكن انه كمدرب اي بس هو اسطوره على سؤال لا معلش اسطوره النادي لكن لا اسطوره للمنتخب وجهه نظرك لا هذه مو وجهه نظر هذا ارقام لا هذا وجهه نظرك اسمعني لا يا استاذ فهد لا تفرض علي رايك لا هذا مو افرض عليك بس انا اقول لك يعني لا تجي مثلا تمرر لي اشياء وتقول لي لا والله هذا مو براي ما امرر انا اقول لك محمد انا اتذكر كان في مداخله بيني وبينك من اول وقلت لك هذه من المسلمات لا تقول لي والله العظيم هذه رأي وهذه ما ينفع لا تقول لا على لون أحمر أخضر هو أحمر لا هذا مو وجهة نظر هذا مو برأي وجهة نظري وانت تقول وجهة نظرك أنا أحترمها إيه وأنا أحترم وجهة نظرك بس هذه مو وجهة نظر يعني إلزامي أسمع وجهة نظرك لا مو بإلزامي أنا قاعد أقول لك هذه ما تعتبر ما تيجي تحت بند وجهة نظر هذه واحد قدم لمنتخب بلاده وتواجد معه في كأس العالم 4 مرات لا تقولي هذا ما خدم إلا نادي لا هذه يصير فيها جحود عشان الناس تسمع منك وتقدر كلامك خلينا لأن ما حنتفق طيب يلا خليك على المدرب تفضل ايه لا هو كمدرب انا اتوقع ينجح عنده طموح ما شاء الله تبارك الله حظه ما شاء الله كبير جدا انسان يعني مجتهد صراحه مجتهد يعني يعمل ما ييأس طموح هذا والله جيد انا كشخص سامي الجابر والله احترمه كاخلاق كانسان صحيح انه انا ماني مقتنع فيه كلاعب لكن ما يعني اني امرر شيء انا هذا رايي يمكن انا رؤيتي قاصره يمكن الناس كلها تشوف صح وانا اشوف غلط لا يعني انه والله انه هو انه غير جيد لاعب انه مو لاعب انه انا انه سيء لا هو ممتاز في اخلاقه محترم تعاطيه مع الاعلام محترم ما يخفي طموح انا كمدرب اتوقع انه سينجح نجاح كبير اتوقع خصوصا الادوات في الهلال جيده الامير عبد الرحمن مستعد يعني شخص يحب سامي الجابر هيوفر له جو يعني كبيئة صحية يعني تدريبية جيدة أنا عكس من يقول أنه ما راح ينجح هذا توقع يعني طيب الأهلي تشوف أن بتواجد كوزمن راح يكون والله أتمنى 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 تتمنى تواجد كوزمن طيب أتمنى كوزمن يعطيك العافية محمد على حبيبي شكرا لك ناخذ اتصال ثاني من معنا فيصل تفضلي فيصل السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله يا فيصل. مساك الله بالخير يا ثامر ومسي على جميع مشاهدينك ومستمعين. يعطيك العافية فيصل تفضل. ثامر حبيبي بس أنا حبيت أتكلم عن كذا حاجة بس أول شيء بسألك على سؤال. تفضل. أنت مدريدي متعصب. صحيح ذا كلام؟ لا مو متعصب يعني أحب ريال مدريد. أحب ريال مدريد بس أحب شوف أقول لك إياها باختصار أحب ريال مدريد واستمتع ببرشلونة مثلا في السابق. وحاليا في بايرن ميونخ لو قلنا انه انت متعصب جدا لا من متعصب لا بالعكس مثلا لا هذه فرضيات بندخل في الفرضيات بقول لك لنفرض انك انت قاعد ممكن اجي اقول لك اسمعني بس ممكن اقول لك والله فرضيات انك انت توهم مثلا طيب انا اهلاوي جدا 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 ما شاء الله تبارك الله خلاص وما ما افتخر بهذا الشيء لكن هو هذا الوقت لا تفتخر كيف ما تفتخر ما افتخر اني متعصب والله لا بس انك انت تحب ناديك اهلاوي
بس لا. اني ما افتخر اني متعصب. لا متعصب بدون ما تاثر على الغير. شوف انا بقول لك ترى متعصب بعض الاحيان تكون متعصب بس ما يعني ما تغلط على الغير او تجرح في الغير. اتكلم يعني مو مثلا يعني خلينا نتكلم نقول الاهلي, الاهلي من منافسينا مثلا, خلينا نقول مثلا الاتحاد والهلال مثلا والنصر. اوكي ايش نقول يعني ممكن حلو انك انت تكون متعصب لناديك وتدافع عنه وتحب ناديك وتحب تشوفه متعصب جدا, لكنك ما تجرح مثلا في المنافس, هذا شيء حلو. أكيد. خلك متعصب. والاهلي والاهلي يشرف كل مشجعينه. اكيد اكيد ما فيها شك والله سامر. بس انا حدث مني شيء امس في تويتر على اساس الجيزاوي وحركه الجيزاوي وانه الفرق بين الجيزاوي نفس الرقم هو ابو عمر, لكن ابو عمر كان يوقع على بياض والجيزاوي الحين قام يتغلى على الاهلي. هو الخسران صلي على النبي, هو خسران ولا ما خسران هذا شيء يرجع له خلاص. اللي زايد على الشيء ناقص عقل. يعني جيزاوي لاعب فنان وكل شيء, يعني ما احنا ما نقلل من قيمة الجيزاوي فيصل بدون شوف لا تقل لي شوف الخطاب الإعلامي المغلف اللي نقعد نتكلم فيه ونقعد هذا خلاص انتهى وقته. لا الان لا شوف اي صادق انا اقول لك لا تنكر اللاعب ولا ولا تعطيه كرون حجمه. انا بسالك سؤال, هل الجيزاوي لاعب اساسي يعتمد عليه في النادي الاهلي من سنتين او ثلاثه؟ لا 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 بس خلاص يروح يا اخي, الاهلي في الافضل من الجيزاوي. الجزيره يا سامر ايش هدفه قدام الجزيره؟ دوري 16 السنه اللي فاتت, دوري 8 السنه اللي فاتت خلاص اشيل له اياها جميله هذه. يعني بس خلاص اخليه يعني مثلا يقعد يدلع النادي وما سوى شيء عشان هدف الجزيره. يوقف على لاعب الاهلي ما يوقف على لاعب. ايوه غير مؤثر في النادي الاهلي. يعني الاهلي باقي والرجال راحلون, هذه قاعد عندنا كل الاهلاويين. والاهلي كبير برجاله وليس لاعبين ولا ما يبون يقعدون في الاهلي. تفضل. اول قلتها لك وزعلت, زعلت مني ثامن لما قلتها, بس الحمد لله انك قلتها الحين. وش اللي زعلت منه؟ ان الاهلي برجاله. لما السنة اللي فاتت قلت لك إياه قدام الاتحاد لما فزنا عليهم فاز قلت لي لا لا لا, لا 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 شوف 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 لا شوف أنت لما يكون في موضوع وفي دق على نادي ثاني وتذب على نادي ثاني مثلا وتقول لي هذه ميبها, لا هذه ميب زي هذه, موقف الجملة ومكانها مو زي هذيك. شوف أنا السنة اللي راحت وتذكرت الحمد لله الله. لا ما يمسك يا طيب تفضل. أمس صدر مني موقف الكابتن ياسر الفهمي وقاموا علي جميع الاهلاويين اللي في تويتر. وانت شغال في الكل ما شاء الله ما خليت احد. وصارت مشكله, قلت لياسر الفهمي اتمنى انك تلحق الجيزاوي لانه كتب قبل كذا قدوتي في الكوره محمد نور. طيب ايش المشكله ذكي؟ وانا الموقف هذا اخذته منه الصراحه في كم لاعب. طيب ايش المشكله يا اخي؟ محمد نور قدوه الكثير من اللاعبين. لا لا معليش يا فهمر, كم لاعب في الاهلي اعتقد قبل ما يدخلوا الاهلي هم كانوا التحديين, لكن دخلوا الاهلي لان الاهلي هو اللي اخذهم. طيب ايش دخلها فهد؟ انت قصدك يعني انه الفهمي اتحادي يلعب يعشق الاهلي قبل ما يلعب يا اخوي؟ هذا احتراف يا ابو الشباب احتراف. لا 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 معليش, اغلب اللي موجودين في الانديه هذا يشجع نادي هو موجود في النادي الثاني, ما جت على الاهلي بس. وإذا كذا بتتعب ما راح تلاقي لاعبين. طيب يعطيك العافية. والله متصل يا سامر, بعتذر للكابتن ياسر الفهمي. طيب كويس كويس انك تراجعت, والاعتذار مش يمن رجال. اكيد انا قلتها الصراحة ساعة زعل عارف وحركة الجزاوي ما كنت متوقعها. بالنسبة للاهلي يا سامر معليش اديني وقتي. هذا كله تبغى طيب يعني. معليش يا سامر والله العظيم من اول بتداخل معك لكن طيب. ما حصل. طيب تفضل. الاهلي اتمنى من ابو سعود انه السنه الجايه ما نبغى اسيا, نبغى اسيا السنه دي والدوري السنه الجايه وكاس الملك, ما طلبنا شيء اعتقد. خلاص نبغى ندرب زي الناس. شو ما تبغى شيء يا رجل, يعني بالعكس الاهلي قدها وقدود, بس انت قاعد تطالب بس انت قاعد تقول ما طلبنا شيء. لا طلبت شيء يعني, وان شاء الله انكم قدوا. يعني اتمنى انه يجيب مدرب ما حد يتدخل قرارات مدرب, محسن العيسى نبغى نشوفه يلعب. اوكي اخر كلمه بقولها لجيزاوي, اكثر شيء حيفتقدك في الاهلي هو دكه الاحتياط ونادي وطبيب النادي. شكرا لك يا فيصل. شكرا يا جماعه الخير. في البعض يسألني يقول لي الناصر الشمراني هل بيروح الأهلي؟ أنا والله إلى الآن يعني أنا تكلمت على مشاكل اللاعب واستهتاره في التمرين, وين بيروح؟ بيطلع ولا مو بطالع؟ الشباب بيستغنون عنه ولا لا؟ هذه ما أقدر أعطيكم فيها علم, إذا كان عندي علم صحيح فيها رح نتكلم فيها, لكن إلى الآن ما في شيء يعني رسمي أو شيء يستحق الكلام إلى الآن. يعني في اختلافات, لكن هل هو يطلع ولا
يتجاوزون اللاعب والنادي هذه الخلافات ما أدري أساسا إحنا ما ظلم اللاعب ولا ظلم النادي أو نعطي شيء غير صحيح. في معنى اتصال سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله سعيد. أخوي ثامر أنا مشجع أهلاوي. ونعم. ما عليك بسم الله المشجع الأهلاوي اللي قبل هذا بلا لا تخليه يتصل مرة ثانية. ليش؟ والله اني انا عارف انت ايش تحسي وانا عارف انت ايش مش معليش 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 نرضي يعني جميع الادواق وجميع الناس. هذا يا اخي شوه سمعه جهير الاهلي يعني لا بدون ما نقول شوه يعني يكرم بس انت حسن الصوره تفضل. اي بس يعني وش يعني يا اخي عادي ياسر فهمي يقول محمد نور قدوه. محمد نور يا اخي انا صحيح. احب اكثر من الاتحاديه. هذا رقم واحد. رقم اثنين يعني ما شاء الله عليكم المصادر ما شاء الله تبارك الله. يعني احنا كنا نقول بتال جوس هو افضل مصدر طلعت انت احسن منه لانه بتال قال انه كوس من جدت مع العين صح لنا والله الظاهر ما تابعنا صراحة. ايوه قال عرفت شلون بس بس عموما يعني مكس اف ام تختلف عن البقية. لا انت تختلف عليك. يعطيك العافية. لا لا دقيقة بكمل. تفضل بس انا تقرب صوتك بس. طيب دقيقة الحين تسمعني زين؟ اي رجل من اول تفضل. استاذ سامر هل تتوقع يعني صراحه خلينا نكون واقعيين تتوقع ان البلطان رئيس نادي الشباب يخلي ياسر شماني يروح على الاهلي؟ ناصر ايه والله عاد ما ادري وش اللي بيصير. انت تتكلم على التنافس بين الاهلي والشباب فالبلطان لا يمكن يعني ممكن يخليه يروح اي نادي لكن ما يخليه يروح الاهلي هذا اللي تقصده. يا سلام عليك. صح؟ والله شوف في النهايه شوف انا بقول لك اذا وصلت لمراحل الاختلافات يعني ما ينسكت عليها بين الطرفين والأهلي مثلا دفع بشكل كبير يعني فأتوقع هي الفلوس هي راح تكون الفاصل. لكن حتى الآن لو تسألني أقول لك أنا ما أتوقع. لكن في الرياضة في كرة القدم السعودية كل شيء جايز يعني ممكن يطلع لك البلطان يقول لك من حلال فكر منه خليه يروح ينادي مثلا مثلا بالضبط. على ما هو إذا جاء هو يعني راح يكون احتياط أتوقع لأن في طبعا في خبر تو جاء ولا ما دريت عنه عن عماد إلى الآن خلينا نتأكد من الأخبار وبنقولها. أيوة جدد خلاص. طيب أبشر إن شاء الله خلينا يعني هو أقصد إنه إذا جاء ناصر راح يكون احتياط لعماد فكتور وإن شاء الله خير. بالتوفيق ان شاء الله. وش تشجع انت سعيد؟ أهلاوي؟ لا الأهلي. أيه. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا. ناخذ اتصال مين معنا؟ عليكم. عبد الله. عليكم السلام حياك الله يا عبد الله. هلا اخوي تامر كيف حالك؟ طيب. بخير الله يبارك فيك. اشكرك على الاذاعه الرائعه. تسلم يا غالي. كل برنامج احسن من الثاني صراحه. تستاهلون اكثر والله يا عبد الله. الحين انتم اذا غلقت الاذاعه متى ترجعوا لنا ان شاء الله؟ بعد العيد ان شاء الله عشان ترتاحون منا شوي وتشتاقون لنا اكثر. عشان تشتاقون لنا اكثر. بس لو تكرمت في صوت كذا زي انقطاع التليفون. طيب الحين عثمان بس لو يسمعنا. طيب تفضل عبد الله. اقول لك عشان تشتاقون لنا بشكل اكبر. الله يسعدك. اقول لك انا اول شيء اشكرك على برنامجك صراحه. الله يعطيك العافيه. انا اهلاوي ترى ومتابعك ترى مره بشكل ما صرت اتابع برامج لك صراحه. تسلم يا غالي والله هذا شيء يشرفنا ويسعدنا. انا اول شيء اهلاوي. ارد على اللي قبلي محمد نور والله كابتن ترى صحيح ما تاخذنا من هنا عصبيات النادي نور ناح انتقل لنادي ثاني. اي اصلا حتى منطقيا يعني يقول لك انا اتمنى انه ما يلعب في النادي الاهلي الا يكون اهلاوي. يا جماعه الخير يعني كل الانديه وفي كل الانديه موجوده هذا كان بس اخذ فرصته في نادي ثاني غير النادي اللي كان يشجعه. احتراف الان. بس ثاني الجزاوي اقول له خلاص الله معك ما تبى الاهلي الا معك. والله انا اقول لك والله العظيم يا عبد الله تبغى راي غير مفيد للنادي الاهلي بالعكس. خليه يروح الأهلي في عنده كثير ومن الأكاديمية ومن اللاعبين اللي بيطلعون في شباب الأهلي. الأهلي قاعد الآن على يعني في مرحلة قاعد يفرخ لاعبين بشكل كبير سواء في جلب اللاعبين أو في ظهور لاعبين من الفئات السنية. أنا أتمنى بالعكس هو اللي خسران مو الأهلي بكل أمان. طارق كيال يقول إحنا ما نجدد اللاعب إلا نشوف من مستوياتهم. طارق كيال اللي يقولها مدير الكرة السابق. أتفق معك. والأمير صادق خالد يقول إحنا ما فوضنا لا ناصر الشمراني ولا شيء. طيب. ناصر الشمراني يرتبط عقد معه الشباب. طيب يعطيك العافيه عبد الله. شكرا لك. في اخبار تقول انه خلاص التوقيع الرسمي بالنسبه لعماد الحوسني راح يكون بكره ان شاء الله. تم الاتفاق بشكل رسمي وراح يجدد للنادي الاهلي غدا التوقيع.
فاصل وراجعين في برنامج الجولة. نذكركم بأرقام التواصل STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. ميكس اف ام تقدم اي جولة. شدد الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على أنهم لن يتنازلوا عن إقامة مباريات فريق نادي العروبة خارج أرضه بمنطقة الجوف، وذلك عقب صعوده لدوري عبد اللطيف جميل. وبين سموه على إقامة مباريات الفريق على أرض النادي بمنطقة الجوف، حيث يعد ذلك من حقوق النادي وشباب المنطقة، متطلع في الوقت ذاته إلى أن تقوم الرئاسة العامة رعاية الشباب بإنجاز الأعمال المطلوبة التي تؤهل الملعب لإقامة المباريات عليه وفق اشتراطات الاتحاد الآسيوي. والله سمو الأمير لازم تشوف لك حل، يعني تقعد مع الأمير نواف وتخلص أمورك، لأن هذه تدخل فيها الإدارة الهندسية، وعد الإدارة الهندسية عند الملعب لازم يكون في من بداية، يعني الآن احنا نتكلم خلاص انتهى الموسم، توا منتهي الموسم، من الآن يكون العمل والإدارة الهندسية في رأس العمل عائلة الشباب تعرف وش النواقص اللي موجودة في الملعب على أساس يكون الملعب مؤهل. لكن ما نشوف ولا نتمنى أنه يكون في وسطات وبعدين نشوف أنه الملعب هذا غصب العروبة يلعبون في الملعب هذا، وبعدين نشوف والله المكانس في الملعب والمويات اللي قاعدين نشوفها في الملعب الثانية كانت بداية الموسم هذا. نتمنى احنا ما نشوفه يكون الملعب مؤهل، سواء أرضية الملعب أو حتى المدرجات ما يكون فيها يعني بعض المداخل والمخارج اللي تشوف المدرج أو الجمهور يقدر ينزل لأرضية الملعب، أو كثير من الأمور تخص السلامة أو تخص دورات المياه، لازم من الآن يكون العمل عليها. ويلا أنكم تلحقون، يعني لأنه خلاص يعني وصلنا سمو الأمير يعني المرحلة، يعني بكل أمانة هي مي مسألة إن إحنا نفزع من مع المنطقة، لا، يعني أهل الجوف على العين وعلى الرأس وحتى نادي العروبة وأنت سمو الأمير، لكن في النهاية المصلحة العامة. الآن وصلنا المرحلة المفروض دوري محترفين راعي جديد، المفروض نطلع بشكل كويس، ما المفروض المناظر اللي إحنا نشوفها نستفيد منها ما نشوفها مرة ثانية. أنا ماني ضد إن إحنا نلعب على ملعب الجوف أو على ملعب العروبة، لا أنا مع وهذا حق من حقوقهم، لكن بالشكل اللائق وحسب المتطلبات الواضحة يكون الملعب شكله كويس قدام الناس في التلفزيون. هذا اللي أنا حاب أقوله. بس ناخذ اتصال إبراهيم. تفضل إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله إبراهيم. أنا بس بتكلم عن عبد الرحيم جيزاوي، أنا أقول من حق اللاعب يطلب المبلغ اللي يبغاه لأنه يأمن مستقبله. وثاني شيء يعني أنت لو تشوف الحين الأندية بعد ما يعتزل اللاعب و يترك الكورة ما يطلعون فيه، يعني شوف عبد الله سليمان عندك وعلي يزيد، الناس ما هو محتاجك يبغاك التنازل، ما تترك الكورة لو تحتاج الناس ما يوقفون معك ولا يطلعون فيه. هذه نقطة عبد الرحيم جيزاوي. بالنسبة لناصر الشمراني، أنا استغرب منك قبل فترة أنك قللت من إمكانات ناصر الشمراني. ناصر الشمراني لاعب هداف والأرقام تتكلم، يعني عندك مثلا ياسر وسعدي ومالك ونايف هزازي ولم يحققوا لقب هداف الدوري ولا مرة. ناصر الشمراني 4 مرات صحيح. يعني المنتخب ما هو مقياس، ان في لعيبة عالميين، عندك كريستيانو رونالدو مع البرتغال ما قدم يعني ذاك الشيء كبير، ولا ميسي مع الارجنتين. يعني انا اعتقد ان ناصر لاعب كبير، لكن ظلم في نادي الشباب، لو كان في نادي جماهيري كان له وضع اخر. شلون الظلم في نادي الشباب؟ يعني لا جمهور، هو جاب لحظه هو جاب عموما. شوف انا برد عليك نقطه نقطه وجزئيه جزئيه، معليش انا اقدر انك انت استغربت مني لان انا قللت، انا ما قللت، انا قلت امكانيات اللاعب. لحظه بس بقول لك، انا برد عليك، انا خليتك تخلص وبعدين برد عليك. انا قلت انه الامكانيات اللاعب ما هي امكانيات مثل اللاعبين الموجودين، لاعب مجتهد ولاعب حماسي، لكن اللاعب يفتقد لكثير من الامكانيات، ما يجد اللعب برجوله الثنتين مثل كثير من اللاعبين مثل ياسر مثلا، ولا عنده ضربات الراس سواء مثل نايف او ياسر.
أنا أرجع وأقول لك هذا، لكن لاعب مجتهد ولاعب دائم حماسي، لكن يفتقد لكثير من الإمكانيات وإمكانياته محدودة. هذا كلامي اللي قلته، والصراحة اللي أنا أشوفها من وجهة نظري، اللي أنا أشوفها من وجهة نظري، ممكن تختلفون معي بس أنا أقول لكم هذا اللي أنا أشوفه. على سالفة أنه ظلم في نادي الشباب، هو أخذ الهدف، أنتم الآن قاعدين تستشهدون أنه هو أخذ لقب الهداف 4 مرات. طب هو أخذ لقب الهداف 4 مرات، هو وين كان؟ في الشباب. في الشباب ترى يوم كان في نادي الوحدة كان احتياط لعيسى المحياني. وين عيسى المحياني؟ ما عليك من عيسى المحياني الآن، وينه عيسى المحياني؟ يوم كان يلعب أساسي على ناصر الشمراني في الوحدة كان ياخذ هدف الدوري، وكان ناصر الشمراني احتياط. نادي الشباب لعب، أخذ ناصر الشمراني ولعبه كلاعب أساسي، ونادي الشباب نادي كبير ونادي بطولات، صح ولا لا؟ طيب فرض، طيب شلون نظلم في نادي الشباب؟ يحمد رب ان يلعب في نادي مثل الشباب. لا لا انا ما اتكلم من ظلم بالنادي، النادي ما قصر معه. طيب انا اتكلم من ناحيه اعلام وجمهور. وش الاعلام وجمهور؟ وش الاعلام وجمهور نادي الشباب وش فيهم؟ يعني شوف عندك سعد الحالي لما كان مع النصر الجمهور طلعها السماء. يعني لو سعد الحالي طيب لاعب كان جيد، كان نجم في نادي النصر سعد الحالي. نجم وين؟ بس انا ما يسجل 3-4 اهداف وين؟ بس كان نجم في نادي. يعني انا اقول لك مالك معاذ ما كان لاعب انا اشوف امكانياته كبيره، بس كان الكثير يعني يعتبرونه نجم. وعلى فكره ترى مالك معاذ على السنتين اللي هو لعبها، ترى انا ماني مقتنع كثير بمالك معاذ كامكانيات، يعني انا بس انا قاعد اقول لك انه شوف على السنتين او ثلاثه اللي هو لعبها قدم للمنتخب اكثر من السنوات هذه كلها اللي لعبها نصر الشمراني. وعلى فكره ترى لما اتكلم، انت تتكلم على رونالدو والبرتغال، البرتغال بالنسبه لاوروبا ما هو للتصنيف الاول، يعني الاوروبا البرتغال سنعني يسمونها برازيل اوروبا وذا، بس حتى على المستوى. تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا احمد. كيف حالك اخوي سامي؟ بخير الله يبارك فيك. اخبارك؟ الله يمسك بالخير. الله يمسك بالنور والسرور، تفضل. انا موضوعي اخ سامر بعيد عن النقاط اللي خذ راحتك، قال اللي تبي تفضل. انا من اشد المتابعين لك ومن اشد المعجبين فيك صراحه. يسعدني. اسلوبك وطرحك جميل اكثر من رائع. بعد لكن في نقطه بعيد عن النقاط اللي تذكرها انت. تفضل. انت تدخلت مع الشيخ الرئيس الكويتي رئيس اللجنه الاولمبيه المنظمه للصالات، اي بطوله كاس العالم المصغره للصالات. ايوه حلو. انت ذكرت مداخلتك معه حلوه وذكرت نقاط حلوه، لكنك في نهايه البرنامج تكلمت وقلت ابى اسال كيف جابوا النصر هذه البطوله، كيف شارك النصر، مين اللي رشح النصر هذه البطوله؟ لا انا ما قلت مين رشح النصر، هو قال انه اللي رشح النصر الاتحاد السعودي بخطاب من الامين العام السابق السالي. ايوه وانت سالت انا اقول على اي اساس الاتحاد السعودي رشح نادي النصر؟ هل في معايير مثلا للبطوله؟ يعني هل مثلا اجيب لك اياها بطريقه ثانيه، يعني هل في بطوله للصالات اذا انت جبتها ممكن تكون مؤهل للعب في هذه البطوله؟ يعني هل طلع الاتحاد السعودي وقال لك والله احنا بنختار في عندنا بطوله الصالات الدوري، طب مين اخذ الدوري السنه هذه؟ النصر. يصير النصر يلعب في كاس العالم للصالات، هذا هو مثلا؟ ولا كذا مثلا قالوا والله احنا نحب نادي النصر يلا خلينا نروح ناخذ نادي النصر؟ في فرق، لازم يعطونا اجابه على اي اساس اختاروا نادي النصر بس. هي هو قال لك المعايير اليوم. لا لا على المعايير تخصهم في البطوله، لكن انا اتكلم على معايير الاختيار عندنا من الاتحاد السعودي. ايوه اخ سامر والله من الناس اللي من جد يعني يشاف يديك مدري واحد. تسلم يا غالي، بس والله على فكره شوف انا بقول لك انا كان استغراب يا اخ سامر انه ايش معنى معاه، وقلت لي اسال لي مين الرئيس اللي كان موقع. اي لازم عشان نعرف مين نحاسب الان. انا اقول لك ليش، لو كان الكلام هذا بعد سنه ولا بعد سنتين ما راح اسال السؤال هذا، تدري ليش؟ لأن الاتحاد السعودي اللي موجود الآن اتحاد سعودي منتخب 4 سنوات، عارفين كل واحد وش منصبه، صح ولا لا؟ لكن الآن حنا في فترة انتقالية، يعني اللجان والأمانة العامة في الاتحاد السعودي قبل 4 أو 5 أيام تحديدا لين يوم 31 ماي يختلفون عن 1 جون، فلازم أنا عشان أطلع أتهم ولا عشان أطلع أنتقد لازم أني أعرف أنا مين اللي قالها أو مين اللي كتبها ومن اللي أعطى الموافقة. انا ما اختصر وانت لا تزعل مني صراحه. لا بالعكس، على عيني وراسي يا غالي، انت عندك استفسارات ومن حقك انك نجاوبك. انا بستغرب صراحه من الطول هذا برامج، يعني استغربت من تامر على الشخص هذا قال ايش معنى خلوا النصر في البطوله. النصر لازم لانه في كثير لانه يا اخي النصر كبير ما يحتاجه، على فكره النصر اكبر بطوله الصالات، وش بطوله الصالات نضحك على بعض. بس على فكره يعني حتى لو الامين العام اختار مثلا الهلال او الاهلي او الاتحاد للبطوله هذه بدون شيء واضح راح نقول انت على اي اساس اخترته؟ بس انت ذكرت قلت يمكن حتكون هناك في حزازيات الحين حيطلع لك. هي حزازيات ليش؟ لانه الان اي لانه الانديه بتزعل يقول لك طيب ليش انت اخترت النصر؟ يعني النصر افضل مننا في ايش مثلا؟ يعني
انت لازم تقول لنا ليش انت اخترت يا الاتحاد السعودي، ليش اخترت نادي النصر؟ بس هذه لازم انه يكون في شيء واضح. صراحه طرحك للموضوع لكن يعني استغربت صراحه امس البرنامج، بس اتضحت الصوره الان. اتضحت ومشكور وبيض الله وجهكم. تسلم يا غالي، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. شكرا. في عندنا اتصال ابو ريما، ناخذ ابو ريما ولا نطلع الفاصل؟ خلينا نطلع الفاصل، اعذرنا ابو ريما، فاصل وراجعين لك. ميكس اف ام تقدم اي جوله. كثير من الناس يسألون على موضوع اللاعبين الهلال، يعني مين بيطلع ومين بيدخل، يعني أو مين فاوض، أو في البعض يعني يسأل عن مركز الحراس، يعني مركز الدفاع. الآن خلاص اتضحت الصورة بعد تعاقد نادي الهلال مع عبدالله الحافظ. عبدالله الحافظ راح يكون هو سنتر في نادي الهلال، وراح يكون بجانبه لاعب محترف أجنبي، يعني واضح الصورة. وعندهم عد ظهيرين يمين ويسار، البيشي وشوف من يسار، اليسار كثيرين. أتكلم على بالنسبة للحراسة، في توجه في نادي الهلال أنه احتمال يكون في مقايضة، احتمال راح يكون في مقايضة بين سعد الحارثي وفهد ثنيان حارس التعاون، بشرط موافقة سعد الحارثي، أنه سعد الحارثي يروح التعاون وفهد ثنيان يجي للهلال، مقايضة مع دفع مبلغ للهلال وللتعاون، للتعاون عفوا، دفع مبلغ للتعاون. هذا إلى الآن احتمال، هذا سيناريو ممكن يصير. والسيناريو الثاني أنه ممكن إذا رفض سعد الحارثي ممكن أي لاعب ثاني من المنسقين من نادي الهلال أو عدم الرغبة في تواجدهم أو استمرارهم مثل خيرات أو عبد الله الدوسري أو نامي يكون بديل أو مقايضة بينه وبين فهد ثنيان وزيادة مبلغ عليه. فإلى الآن نشوف هذه ترجع لموافقة سعد الحارثي. والخيار الثاني إذا ما قدروا على فهد ثنيان ممكن يكون حارس نادي العروبة رافع الرويلي. طيب رافع الرويلي، ناخذ اتصال ابو ريما، تفضل ابو ريما. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. كيف حالك ثامر؟ اخيرا اتصلنا وشارك. الله يسعدك. بس معليش ابو ريما، ترى كل جماعه الخير اللي كنت اقول على موضوع الهلال هذا كله احتمالات، عشان لو تغيرت لا يقولون لا انت تغيرت وانت قلت، يعني هذه كلها مفاوضات وممكن تتغير، ممكن يكون في رفض، في موافقه، في ممكن تغيير وجهه نظر، فهذه كلها احتمالات الى الان. تفضل يا ابو ريما. ما عندك مشكله، انا صراحه مشجع اهلاوي خصوصا عبد الرحيم جيزاوي، صراحه درب السلامه يا عبد الرحيم، اللي ما يبغى الاهلي ما حد يبغى. متفق معي انت، يعني له هو صانع لعب وله هجوم هداف، يعني قل لي مباراه يعني هو يخلص ولا يصنع هدف صح للهجوم. عماد الحوثني تمنيت ما جددوا معه لان اصاباته كثيره، صح هداف واذا شارك مباريات ينهي مباراه، لكن اصاباته كثيره بشكل غير طبيعي. صح، بس انا اتفق، شوف انا اتفق معك واختلف معك، اتفق معك لانه فعلا اصاباته اللاعب دائما يشد حيله في نهايه الموسم، واختلف معك وكذا موسم نفس الطريقه اذا جاء نهايه الموسم ينجم، واختلف معك لسبب واحد انه ما تضمن مين البديل، مين اللي بيجيك، يعني هل بتجيب واحد افضل ولا لا. هنا يعني اللاعبين، يعني تشوف عماد الحوسني وفيكتور قاعدين يأدون بشكل جيد، شوف ترى محبوب الجماهير الاهلاويه عماد هذا، لكن المشكله اصاباته كثيره صراحه. صحيح، والمفروض يكون اكثر جديه من بدايه الموسم، يعني يضغطون عليه الاهلي. بل ناصر الشمراني انا شبه بمهاجم ليفربول السواريز، يعني مكروه من الجماهير محبوب من جماهير ناديه، وهو اذا صار على النقل كل جماهير الانديه يتمنونه، صحيح ولا لا؟ اغلب الانديه يتمنونه اذا صار يعني يتمنى ينتقل. لحظه وشلون اغلب الانديه يتمنونه؟ يعني اذا صار انه انعرض بيروح النادي اغلب الانديه يبغونه، يتمنون هجوم فريقهم. وجهه نظر، تفضل. طيب وبالنسبه لشو اسمه، اللهم صل على محمد، اللي هو الشباب، اداره الشباب صراحه هنا يبين معك الاداره القويه والاداره الضعيفه. اللي هو تعامل الأهلي مع النجوم اللي كانوا انضباطيين على طول مع السلامة، هنا الشباب يأتي يعني بين إدارة ضعيفة ترضخ لمطالب النجم الكبير. شلون ضعيفة؟ ليش ضعيفة؟ لأنها ما تقدر تقول للشمراني مع السلامة. لا هو قال البلطان قال له عطني 20 مليون وروح، هذا قاعد يدافع عن حقوق نادي. لا حقوق كم بس كم دفع في اللاعب، يعني ما تجيني كذا فجأة وتهاوش مع المدرب ولا تهاوش مع ذا وتقولي مع السلامة بمشي،
في حقوق للنادي، مثل ما انت خدت ملايين النادي خاسر عليك، يعني جيب له مبلغ. ممكن البعض يشوف ان 20 مليون وانا معهم انها مبالغة، بس انا قاعد اقول لك في الاول والاخير انه النادي تعب على اللاعب، والمفروض انه يشوف له حل. طيب في نقطة أخيرة تامر بتكلم فيها، اللي هي الجماهير أوقات تسمع يقول الدوري الدوري الدوري، عمر الدوري كم الآن بعد مربع الذهب؟ كم له 7 سنوات ولا تقريبا؟ هو كان آخر موسم كم 2008 ولا 2007 كان؟ هم يقولوا الأهلي ما حصل على البطولات الدوري من كم؟ الأهلي كان تصدر بس تلعب مربع ذهبي وتسلب منه بتحكيم أو بأي طريقة أخرى. لحظة لحظة لحظة، من اللي كان ياخذ تحكيم؟ الأهلي سلبت منه في كذا مباراة نهائية في الدوري بأخطاء تحكيم، وآخر مباراة حطم التحكيم السعودي كان طرفها الأهلي والاتحاد. ايه وش صار يعني؟ يا لا 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 لا، أنا أختلف معك. شوف شوف، الأهلي فريق كبير، والأهلي مو محتاج الكلمتين هذه، بس بكل أمانة احنا مو بنبدأ نادي النادي الأهلي نقوم نشكك في بطولات الأندية الثانية، لا يعني لا تقنعني. الأهلي لا، الأهلي عنده مشكلة كانت، شوف اختلف الموضوع الآن، لحظة بوريمة، اختلف الموضوع الآن. الأهلي كان عنده مشكلة ما كان ينافس على الدوري لأنه كان غير قادر وإمكانياته، كان فيه مشاكل داخلية في النادي الأهلي. الآن النادي الأهلي تغير والوضع مختلف، فعشان كذا أنا أقول لك إياه، الأهلي 30 سنة ما أخذ بطولة الدوري، فلا تقنعني عشان والله سلبت منه سنتين، لا هذا مو مقنع. كم مرة مباراة نهائية؟ لا لا أي، بس هذا غير مقنع، غير مقنع. دور الأربعة ترى كانت بطولة مو نفس قصير، أكثر طيب. من النفس. طيب أبو ريما، عموما نتمنى للأهلي يأخذ الدوري إن شاء الله السنة إن شاء الله، هو قده وقدوده له. شكرا لك، يعطيك العافية. ناخذ اتصال ثاني. ماهر تفضلي. ماهر السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، يلا يا ماهر آخر اتصال، أنت قدامك نص دقيقة. بالنسبة لناصر الشهراني، لا والله ما هو كل نادي يتمنى. ناصر الشهراني لاعب عادي وأقل من عادي، ما احترامي له. يا سلام. ممكن إنه لاعب حماسي، بس حماسي ما يفيده يعني. بالنسبة لحركته مع برودوم، هي حركة عربجة معليش يعني. لا مو لا نقولك أنت لا توافق. وبعدين يقول لا لا لا، عشان لا نغلط على اللاعب، ننتقده في مستوى ننتقده، لكن لا 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 لا، بس انا اقول لك شوف يا ماهر، ماهر عشان ما يكون علينا ممسك، اسمعني بس، نحترم ناصر الشمراني كشخص، كشخص ناصر الشمراني ونعم فيه، لكن ننتقد مستواه. امكانياته مفرس، مع احترامي الشديد له. خذ راحتك، انتقاد كمستوى، لكن كشخص بالنسبه للاهلي لا لا يرجع ويقول تحكيم ومربع ذهبي، كلنا عارفين الشغل. ثاني شيء بالنسبه للهلال، انا مشجع هلالي طبعا. ايوه. اول شيء اتمنى لسامي جابر التوفيق، وأكاد أجزم أنه إن شاء الله حيبدأ معنا. ثاني شيء أوجه تحية لعبد الله الزوري، لأنه نجم الموسم هذا، مهما زعلنا عليه وتكلم عليه، أنا متأكد الموسم هذا بالذات عبد الله الزوري من أفضل لعيبة الهلال الموسم. طيب يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك يا ماهر. عموما عبد الله الزوري كان عليه جهد كبير يعني في الهلال وفي المنتخب، يمكن يوم ارتاح اللاعب ظهر مستواه. شكرا لسماعكم برنامج الجوله، وان شاء الله نكون معكم اليوم في برنامج غرفه 11 مع الكابتن خالد الشنيف للحديث عن كثير من المواضيع. شكرا، تمسون على الف خير.